بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مصطفى علي في قناة الرياضيات الحديثة. معي بعد ثلاث أسئلة على اللي هي اللوغاريتم والإكسبوننت اللي هي الدالة اللوغاريتمية والأسية. طبعا أنا عندي هنا بيقول لك لوج 10 مضروب في الإكس، عاوزين نجيب هو بيقول لك التبسيط هذا اللوغاريتم ده عملية ضرب، فالضرب يحول إلى إيه؟ إلى الجمع، فهتقوم قايل لوج 10 زائد لوج مين زائد لوج اليمين زائد لوج الاكس، لوج 10 زائد مين، يبقى عندك هنا لوج 10 زائد لوج الاكس، اللوج 10 بواحد يبقى واحد زائد لوج الاكس. خلص المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا في بعض خصائص اللوغاريتمات دي عملية طرح، فالطرح يحول لعملية ايه؟ قسمة، فتقول هنا اللوج اوكي، هنا الأساس هنا طبعا زي واحد يبقى 9 على 3 للأساس اللي هو ايه؟ يعني لوج 3 للأساس ايه؟ مسألة الدالة الأسية، كيف نحل هذه المسألة بكل بساطة؟ تحاول بهذا النوع من المسائل انك تفكر ازاي تخلي الأساسات زي بعضها. اوكي؟ العملية سهلة جدا وبسيطة، فانت تعمل اولا يا سيدي الفاضل لو جت تبسط معايا هنا 1 على 2 ممكن نخليها فوق، في اكثر من طريقة للحل. ممكن نطلع الديت نخليها الأس بتاعها سالب، فيبقى 2 أس سالب مضروبة في 2 إكس زائد 1، لأن هنا معناها الأساس إيه؟ 1، هتطلعه فوق في المقام، فبتغير الإشارة بتاع مين؟ الباورز. الواحد على 32 خليها 32 أس سالب 1، بعدين يبقى 2 أس سالب مضروبة في 2 إكس زائد 1، متضربش السالب دلوقتي هتعرف ليه. 32 أس سالب 1 اللي هي 32 ديت عبارة عن كام؟ عبارة عن 2 أس 5، يبقى 2 أس 5 مضروبة في سالب 1 يبقى 2 أس سالب 5. بص كده أصبح الباور زي الباورز، أوكي سوري عفوا، الأساس زي الأساس، هيبقى الأسس بتبقى متساوية على طول. السالب ده تغيره مع السالب ده أصبح عندك 2 إكس زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي 5. ودي الواحد الناحية التانية يبقى 2 إكس بيساوي 4، اقسم على 2 اقسم على 2، اصبح قيمه الاكس من في هذه الحاله بيساوي كام؟ بيساوي 2. لو جت عوضت 2 ضرب 2 4، 4 زائد 1 5، 1 على 2 اس 5، هتوزع الاس هنا 5 وتوزع الاس هنا 5، 1 اس 5 ب 1 و2 اس 5 بكام؟ ب 32، وانت جبت قيمه مين؟ الاكس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.